قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى؟ الا مهم، من غيره العماره ما تتبنيش، هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه. المسعره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرت. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي، مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريفة؟ دي الكوبايه 8 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضاء دول ب 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ 3 تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس. فتحش وسطك. محدش يدفع اكتر من 3 تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب ايه؟ انت كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. اما الوزراء بقى ليهم ابواب. امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش. تتشرب ولا بتشرب؟ امال باب ايه؟ باب. ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويله، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه. هي باب اللوق دي عليك نور. طب يا اخو قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك. يلا يلا بينا. امر لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي انت هنداوي. ايه في ايه؟ قوم افتح الباب يا راجل، بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي. مين حاجينا ساعة زي دي؟ الام؟ قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي. باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. ايه ده؟ فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق. قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيشي تعيش يا مرات خالي، ما تركيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتلي؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمة. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمة اتعشى بيها. لا
ودي وقعت اهدي احنا ناقصين. ايه ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي، من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السونيه. سونيه؟ ايوه بتاعها بيضه كده، هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسى. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال، انت فاكر نفسك مين؟ قوم جامد قيمتك، قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مونة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك، مطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجة. قلت لك قوم، قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني 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 ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين انا مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. اهو مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا، هتوقع لنا كمان. يا ولية يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ، قوم يا رغد. ما تشد حيلك امال يا حسن. ايه؟ شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر ايه امال؟ بلوزي؟ بلوزي؟ حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي؟ ايه يا جدع انت؟ واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جلونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يان، شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يان، يان شيل. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي الموره طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خريس يا خالي خريس. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده؟ طب حش وسطك. بقول لك يا احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ لا، قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوني. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايه؟ ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما
بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا انا عايز هذا الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت مله على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي بيقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي معاني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشة تقرف يا اخي. ما تقلقش بالك. هو مقلب على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خالد. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معاي عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي. حاضر حاضر حاضر. خد خد. زهقتنا يا شيخ. ايه؟ اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. انتوا في ايه قال له؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه؟ جبت شاي ام حسن؟ ايوه امال جبت شاي ام حسن. جبته. فين؟ جبته اهو. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. قال له انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم اتخمد؟ انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخمد. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. تطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام.
الفنجي. ما هي المونة ايه؟ الدهن والجمال هتستعملي اصلعت الى قوي يا ريس. يا ريس بيري حلوة دي خطتك اللي تجيلي. لا والله يا اهدي انت هتحضر معاي. طيب غور من قدامي وما تستناش عليه. غور ما تشتغلش هناك. كيف ايه؟ الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا انكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال رأي المثل بنشتغل في الشقة برضه مش عاجل. قلت لك غور من قدامي وما تستناش هنا. بره 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 الأرزاق على الله. كتكميلة وانت باغل عامل زي دروس التين كده. كده؟ ايوه. وكمان هتشتمني. ايوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى كده يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. اديني جبت لك شغلانه سهله اهي لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما فهمت. هتفهمني هي محتاجه حاجه. تعالى بسيط. تعالى. عندك حبان ومستكه؟ ايوه امال عندي الحاجات دي كلها. دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الهي يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحيرة. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه حب هان؟ ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه في هو موجود الحب هنا اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضه لو مغفل. انت يا ست انت لئيمة. انا عارف انت قصدك ايه بالظبط، يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضه اللي قليل الادب. ما تتلم يا رح خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله. ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ اه انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البروم. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق. اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلت. يعني ايه؟ هو حتى وقعت في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرامب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق. اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك. ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا وليه؟ اجري روحي بلا هبل يلا امشي. احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. الهي ربنا يستر عندك يا اخويا. يلا يا وليه روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت بره. دي وليها مجنونه بره. بتقول رجل عفريت بره. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان. الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. موضع ما يقصها. الله. يعني جريه في غش الناس.
ومعاك ست الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حينفع في الشغلانه ده. انت بتنفق في ايه هتروح؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك. تقولي على نعمة ربنا. اربه. يا اخويا. معلش يا خال. معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي. اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اختي زيي. هتنفخر بيا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا. عايز ايه؟ عم الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرله العربيه. يجرون العربيه ايه يا بيت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح. خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت فيزي من هنا. قومي كخابر. الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد ساعات على نار. انا بقول لك اهو قوم فيزي انت اهو. قوم يا خالتك كمان. يا فوطه يا مجنونة يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط. لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاه يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي. الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو معانا يا حسنين. وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجر ايه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال. كوبايه الشاي تقيله ولا؟ احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه.